السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف انتم حبايب؟ كل شيء بخير، اتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشوربة مرافقة ببريوات. عندي نص كيلو ديال القرع الخضراء، جوج حبيبات ديال البصلة صغارين، بغيديرو حبة متوسطة، جوج حكاك ديال الكورت مسوس، معلقة ديال الزبدة اللي مبغاش الزبدة يعوضها بالزيت، ثلاثة ديال الفرماجات، معلقة صغيرة ديال الزعتر، راس معلقة ديال الابزار، الملحة على حسب الذوق. قطعوها كما بغيتو، كبيره صغيره، حيت في الاخر غنطحنوها ان شاء الله. احنا شعلنا على بعد ما شعلنا على الطنجره ديالنا، غنعملوا هذه معلقه الزبده، نزيدو عليها البصله باش تشحل لينا. نزيدو شوية ديال البصل، غير راس معلقة، الملحة على حسب الذوق، أنا عملت غير شوية، حطيت شوية الزعتر. هنضيف دابا القرعة، هنا يطرو لارب ديال الماء، غنمرقوها ونخليوها تغلي ونتلاقاو ان شاء الله. ها حنايا من بعد ما مرقناها غنغطيوها ونخليوها تغلي. بعد ما طرت السوبا ديالنا غنزيدو عليها هاد اليوغورت، نزيدو عليها هاد الفغوماج ونطحنوها ونتلاقاو ان شاء الله. بعد ما ضفنا كلشي دابا غادي نطحنوها. هيا من بعد ما طحنتها هكا تيكون القوام ديالها، غردا تغلي غير شويه ونطفي عليها. اما البريوات غنحتاجو، عندي ثلاثة ديال خيزوات غسلاهم وحكيتهم في الحكاكه، ثلاثة ديال القرعات خضرين حتى هما محكوكين، شعريه صينيه، زيتون، معدنوس، فروماج، ربعة ديال الدجاج تقريبا عندي هنايا، بصله كبيره مشلطه، معلقه صغيره ديال الهريسه، معلقه ديال العطريه ديال الدجاج، الملحه، شويه ديال الابزار، وهذه الورقه ديالنا فاش غنصايبو بريوات. دابا غنعمل شويه الزيت، غنزيد البصله تشحر شويه، وديك الساعه نبقى نزيد الخضره بشويه بشويه ونشحر كلشي ونطلقها. نزيد عليها الدجاج،
نزيدو العطريه، نزيدو شويه الملحه، شويه الليبسر. بعد ما طابت انا كنزيد دابا الشعريه الصينيه، نزيد الزيتون، نزيد الهريسه. شي كتشحر مزيان، حتى كتشحر هاد الخضره مزيان، كتنشف من الماء مره، ما كتبقاش فيها الماء ولا تعجل لينا، كتبقى المهم كتجي مشحره مزيانه. هيا من بعد ما طابت الخضره ديالنا خويتها في الطبسيل، نزيد عليها الفرماج. انا من بعد ما قطعت الورقه ديالي ملت فيها هاد العماره، كنجيبو هاد القنت لهنايا ونجيبو بحال هكدا، نسدوهم هكا بشويه ديال الماء والطحين. ها البريوات ديالنا من بعد ما طويناهم كيجيو على هذا الشكل. الصراحه الورقه صدقات ليا زيرو، كتقطع بزاف واخا عملتهم كبار والو، كتقطع كتشرق غير بوحدها. راقبوا معايا الفيديو ديال الورقه ان شاء الله نصايبها في الدار، انا كنشريها ما كتصدقش ليا. هما من بعد ما قيناهم كيتقلاو، يمكن ليكم دهنهم بشويه زبده وتخشيهم في الفران اللي ما كيبغيش القليان، وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا من بعد ما سليناهم، كيجيو على هذا الشكل وكيجيو مقرمشين. نتي نوري لكم وحده، شفتوا كيجيو فنين، كيجيو زوينين ومقرمشين، ويستحقوا ترافقوهم مع هاد الصوباجات فنه حتى هي. كنتمنى تجربوهم وبالصحه والراحه، وفطور صحي وخفيف، وبصحتكم وراحتكم، وتابعوا الفيديو الجاي ان شاء الله.